وأن اللائحة الطلابية هي التي تنظم العمل السياسي داخل الجامعة من خلال اللجان الثقافية والسياسية. حالة الاحتقان السياسي التي تشهدها البلاد منذ فترة انعكست بشكل واضح على الجامعات، وباتت العملية التعليمية حسب مراقبين مهددة بالعديد من المؤثرات السلبية التي ستطال الدور التعليمي والتنويري للمؤسسات التعليمية في البلاد. نتابع أكثر لهذا الموضوع، مش بس تعقيبا أو عرضا لآراء مختلفة مؤيدة لنشاط الطلاب الحزبي والسياسي، لكن الأهم هو تأثير هذا المشهد اللي شفناه ومع الأسف معرض لتكرار الاشتباكات ما بين طلاب الجامعة مع اختلاف توجهاتهم، إلى أي مدى هو ليه خطورة على تأثير وشكل الحركة الطلابية اللي دوما كانت مزدهرة في مصر. معي عبر الهاتف الأستاذ محمد حسين سيد، عضو مجلس اتحاد طلاب جامعة عين شمس. مساء الخير يا أستاذ محمد. اهلا بيك. تفتكر انه المشهد المؤسف اللي حصل في اكتر من جامعة في اكتر من كلية بالتشابك ما بين الطلاب اللي ليهم وجهتين نظر مختلفة، المشهد ده هيكون في حد للسيطرة عليه؟ ليه حل مقترح من جانبكم؟ هو المشهد ده عشان نشوف له حل لازم نرجع لاساسه، هو نشأ من ايه؟ هو المشهد زي ده نشأ بسبب مفهوم سياسي خاطئ عند الطلاب دول، هما ما تعلموش يعني ايه سياسة صح بكل طياراتهم. بتقصد الجانبين؟ الجانبين طبعا، يعني انا شفت طلاب من الجانبين واعرفهم كويس. الطلاب دول لو كانوا يتعلموا سياسة صح ومارسوا سياسة في الجامعة صح بحرية كاملة زي ما نسينا نشوف، يعني السياسة اللي غير موجهة للأحزاب، السياسة الموجهة للقضية، ما كانوش هيصلوا للشكل اللي شفناه ده من العنف من الجانبين. طيب تفتكر ان في يعني في الوضع ده او في الوقت ده لازم احكام التدخل حتى ولو كان على الشكل او على المستوى الامني؟ هو التدخل الامني مع الاعداد دي مش هيكون فعال، عشان برضو اكون صالح مع حضرتك، يعني لما يكون في اشتباكات من 5000 طالب تقريبا الامن الجامعه الاداري هيتدخل ازاي مثلا؟ ما هو في نداءات بعوده حراس الجامعه من جديد، او يكون في سلطه لرئيس الجامعه او حتى الاساتذه ان هم يستدعوا الامن حتى يعني ولو كان على باب الحرم الجامعي، ما يدخلوش جوه الحرم، لكن فكره انه يكون في طرف يسيطر على الموقف. هو فكره جوه الحرم الجامعي مرفوضه تماما. مرفوضة من جانبكم حتى مع هذه الاشتباكات، حتى مع يعني تكرار هذه الوقائع؟ لا لا، هو مش مرفوضة بسبب تكرار الوقائع، يعني هو حتى لو موجود كان فرض أمن الشرطة هيتدخل بصورة كافية، يعني العدد بيكون كبير جدا وهي محتاجة بس توعية أكتر للطلبة ووعي أعلى في الشارع عامة، يعني الشارع المصري محتاج يكون عنده وعي سياسي أعلى من كده. بس ده معناه انه يعني مش هيكون في حل قريب للازمه دي واحنا في بدايه العام الدراسي. هو الحلول موجوده، يعني على الارض موجوده في اماكن كتير، يعني في الجامعه المسيرات حصلت عند كليات كتير، دي الاشتباكات حصلت لما المسيرات راحت عند كليات اداب والفنون، يعني كان شمس بتكلم عنهم بالذات. دي ما كانش في اشتباكات لما كانت المسيرات عند كليه الصيدله وكليه طب اسنان وكليه هندسه، كان في بعض المسيرات دي ما حصلش اشتباكات في الكليات دي وحصل اشتباكات هنا، وده برضه نتكلم عنه. ايه الفرق بين هنا وهنا؟ فبرضه لازم نعمل دراسه اجتماعيه دراسه نفسيه للمجتمع نفسه عشان نوصل لحل، ولازم نوعي الناس اكتر. بشكرك يعني استاذ محمد حسين السيد عضو مجلس اتحاد طلاب جامعه عين شمس، ورؤيته للموضوع انه يجب انه يتعالج من جذره من الاطار الاوسع والاشمل والاعم وهو التوعيه. مستقبل التيار الاسلام السياسي خصوصا بعد ثوره ال 30 من يونيو، اعضاء كتير في هذا التيار شافوا ان هم لا يجب ان يدفعوا ثمن اخطاء فشل حكم الاخوان المسلمين، وانه ده يكون مجال لتجربه او للحكم على ادائهم،
وفي تيار رافض وشايف ان تجربة الاخوان هي خير دليل على فشل تيار الاسلام السياسي في ان يحكم، ويستبعد ان يكون له قدرة على الوصول لاي شكل من اشكال الحكم على الاقل في السنوات القادمة. لكن مشروع التيار الاسلامي نفسه بنظرة اشمل على هذا المشروع مش في مصر فقط ولكن في المنطقة، سؤال منطقي وطبيعي، هل انتهى بسقوط الاخوان في مصر ام ممكن له عودة من جديد باي شكل من الاشكال، وازاي المجتمع ممكن يتقبله من جديد؟ نشوف هذا التقرير. في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة السياسية في البلاد واستمرار أنصار الرئيس المعزول في تنظيم التظاهرات والنزول للميادين، يطرح التساؤل حول حجم تأثير تيار الإسلام السياسي في الشارع، بالإضافة إلى مستقبل التحالف بين جماعة الإخوان المسلمين وزرعها السياسي حزب الحرية والعدالة مع حزب الوسط وحزب البناء والتنمية الزراع السياسية للجماعة الإسلامية. فحسب متخصصين في شؤون جماعات الإسلام السياسي، تقف أحزاب تيار الإسلام السياسي اليوم على مفترق طرق، خاصة بعد اتهام السلطة الانتقالية الحالية لبعض هذه الأحزاب باللجوء للعنف وإصرارها على حمل السلاح في وجه الدولة، كما أن العمليات المسلحة التي يتقاسمها الإخوان والجهاديين في سيناء وأعمال العنف المتكررة في القاهرة وعدد من المحافظات زادت من الضغط على التيارات الإسلامية وكرست صورة سلبية لها أمام المجتمع المصري وقطعت الطريق أمام أي احتمالات للمصالحة السياسية، وقد يكون هذا هو سبب حالة الارتباك والفوضى التي تشهدها تلك الأحزاب والتيارات الإسلامية بشأن اتجاه بوصلتهم السياسية في المستقبل. وفي ظل ما بات يواجه تنظيم الإخوان وحلفائه من رفض مجتمعي وشعبي وتصاعد الدعوات بعدم قبول مبادرات المصالحة السياسية مع أحزاب التيار الإسلامي، لا يزال حزب النور السلفي يحاول طرح نفسه كبديل لتلك الأحزاب، وقدم في سبيل ذلك ما اعتبره بعض المراقبين بوادر لحسن النية. فالحزب وافق على خارطة المستقبل التي أعلنتها القوات المسلحة ويشارك في لجنة 50 بعضوين، ولا يخفي استعداده للانتخابات البرلمانية القادمة. وإذا كانت ثورة 30 يونيو قد عبرت عن رفض السواد الأغلب من الشعب المصري لمشروع تنظيم الإخوان ومن ورائه أحزاب تيار الإسلام السياسي في تغيير هوية البلاد، إلا أن مستقبل هذه الأحزاب لم يتحدد بعد بصورة قاطعة، فالأمر لا يزال رهنا بالتطورات السياسية التي تشهدها البلاد وطريقة تعاطي تلك الأحزاب مع هذه التطورات. معي الأستاذ أحمد عبد العظيم عامر الصحفي المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية. أستاذ أحمد مساء الخير، والسؤال مباشرة، هل في مستقبل لتيار الإسلام السياسي مش مصر فقط ولكن في المنطقة برمتها بعد ما حدث في 30 من يونيو؟ مساء الخير لحضرتك وتحياتي لمشاهدي قناة النيل. السؤال بتاع حضرتك رغم ان هو سؤال يقام من عدة كلمات الا انه يحتاج الى سطور كثيرة للإجابة عليه. اذا اعتبرنا حاليا ان الازمة السياسية التي تمر بها جماعة الاخوان المسلمين هي تعتبر الازمة السياسية الرابعة في تاريخ الجماعة، وبالمناسبة الأزمات ثلاثة من الأزمات السياسية التي مرت بها الجماعة نقدر نقول عليها كلاكيت تتقرر كل مرة. بمعنى مش شايف ان المرة دي المعطيات مختلفة لانهم وصلوا بالفعل للسلطة وبالتالي ممكن تكون الأزمة الأصعب؟ لا، المشكلة مش في كده، هي دي مختلفة ببعض الشيء. يعني حضرتك لو بصيتي على الأزمة الأولى اللي راح فيها حزن البنا في فبراير 1949 هتلاقي إن الإخوان كانوا جزء من الحركة الوطنية وانفصلوا عنه ودعموا حكومات الملك الأقلية، ثم بدأ الصراع بينهم وبين الوفد من جانب وبينهم وبين التيار الشيوعي أو المصري في الحركة العمالية من جانب، وانتهى الأمر بسرعات وصدر
الاختلاط وتم حل باختيار المقراشي وحل جماعة الإخوان المسلمين ثم ترتب عليها اختيار حسن البنا. الأزمة الثانية اللي حصلت بعد رئيس الوحدة جمال عبد الناصر طارت في لكيت نيمار نفسه اللي حصل جزء من الحركة الوطنية كان حسن الهجيبي عايز يفرض المشروع بتاعه إلا إنه فشل وعبد الناصر انصدموا مع الحركة الوطنية اللي كان يدعمها رئيس جمال عبد الناصر بصفته زعيم ثورة 23 يوليو وفي لكيت نيمار نفس الأزمة. الأزمة المبادئ هي هي برضه يعني جماعة الإخوان المسلمين رغم نزولها التحقها مؤخرا الموجة الثورية الأولى ب 25 يناير إلا أن الجميع اعتبروها جزء من الحركة الوطنية المصرية إلا أن هي للأسف نتيجة لشعورها بالقوة زي الأزمتين اللي فاتوا بدأت تتصور تصرفات خاطئة أدت إلى الصدامات التي حدثت الى حتى ان الناس شايفه ان الجماعه اصبحت تنتحر سياسيا. لكن يا استاذ احمد لو اتكلمنا عن حزب زي حزب النور هو بيحاول انه يكون بديل للاخوان او على الاقل ممثل لتيار الاسلام السياسي، شايف التيار ده ليه مستقبل على الاقل في مصر؟ المجتمع ممكن يتقبله؟ بصي مع كامل احترامي وتقديري حزب النور صعب انه يكون بديل للاخوان المسلمين لسبب لان الاخوان المسلمين حركه سياسيه اجتماعيه لها جذورها في المجتمع. هي الحركه المبادي اللي انا عايز اوضحها لحضرتك سريعا المبادي الازمه السياسيه المختلفه في تاريخ جماعه الاخوان المسلمين ان هي انصدمت مع الشعب المصري ولم تنصدم مع السلطه كما كانت العاده. فدي اخطر ما في الازمه. جماعه الاخوان المسلمين الان امامها سكه من اثنين وهذا قاله عدد من الباحثين وعدد من الكتاب الدكتور محمد علي مش. اما ان تسير في طريق السلامه ان هي تذهب الى مصالحه وطنيه حقيقيه جاده وهذا يعني يبدو ان الجناح القطبي رافض ليه او تمشي او ان هي تسير في طريق اللي يروح ما يرجع. حتى للاسف الجماعه ما عندهاش طريق للمجال. قول ان حزب النور يسعى لاستبدال نفسه بجماعه الاخوان المسلمين ده امر صعب لان جماعه الاخوان المسلمين هي جماعه متمرسه في الشارع المصري. هيكون في جانب من الاسباب ايضا انه الرفض المجتمعي لفكره تيار الاسلام السياسي لانه ده امر من المهم طرحه ايضا. بالضبط يعني الأزمة حاجة ان المجتمع المصري نتيجة الاصطدام العنيف اللي حصل بين جماعة الإخوان المسلمين المجتمع هذه المرة أصبح رافض فكرة الجماعة وأصبح رافض كل تيارات الإسلام السياسي وأصبح رافض يعني الإشكالية أن المجتمع المصري أصبح في جزء كبير تماما حاقد وكاره التيار الاسلامي. انا في تصوري ان حزب النور هذه المره لن يستطيع ان يحل محل جماعه الاخوان المسلمين وان الامل الوحيد ان يظهر من داخل الحركه الاسلاميه شخصيه جديده على غرار عمر التلمساني. لو حضرتك قارنتي بين عمر التلمساني وبين حسن الهضيبي هتجد شتان الفرق. حسن الهضيبي المرشد العام الثاني للجماعه استلم الاخوان واستلم الحركه الاسلاميه في اوجه قمتها وفي اوجه قدرتها على الحشد والخرقه ونجح وللاسف تسبب في القضاء عليها في محنه 54. عمر التلمساني من خلم إبرة نجح أن يمر بالجماعة ويعقد صفقة مع رئيس السلام بمجرد حضرتك شايفه يعني محاولة إحياء الجماعة وتأثيرها على تيار الإسلام بشكل عام. بشكرك أستاذ أحمد عبد العظيم عامر الصحفي المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية وأشكركم مشاهدينا على المتابعة وغدا في 10:30 لقاء يتجدد أهم الأحداث والقضايا من القاهرة.